وبعد ما رجعنا من الفاصل نكمل مع بعض. عندنا زيت على النار وطاسة كده جميلة ونبدأ نسوي الفراخ بتاعتنا مع بعض. أول حاجة الزيت عندي اهو، وادي الفراخ اللي انا عملتها بانيه، هبدا انزل كده واحده واحده. زي ما احنا قلنا نار هاديه، كده انا عندي اهم اسيبهم بقى كده على النار ونبدا نعمل مع بعض جريك سلط اللي احنا قلنا على المكونات بتاعتها. اول حاجه عندي خس هقطعه، خس كابوتشا لو خس بلدي اي خس، المهم عندي اهو اقطعه بالطريقه دي. تمام كده ادي الخس عندي اهو. وهضيف عليه بصل زي ما احنا شايفين، ادي البصل اهو، وعندي خيار لو متقشر وطبعا بيقل من القيمة الغذائية بتاعته، بس انا ما بقشروش عشان الخيار الاخضر الجميل اللي عندنا طعمه ما يروحش منه قوي. زي ما احنا شايفين واحدة كفاية، ونبص بصة على الفراخ ونرجع تاني. زي ما احنا قلنا على نار هادية ليه؟ عشان يديني اللون اللي انا عايزه، ده لون هادي وجميل وهيبقى كريسبي ان شاء الله، بس واحدة واحدة لو خدتها على نار حامية مش هتستوي من جوه، فلازم اخدها على نار هادية زي ما احنا شايفين مع بعض. هضيف برضو سنة زيت بسيط، وهضيف الصدر الفراخ اللي بقى عندي، شيل الطبق ده ونكمل السلطة مع بعض. هقطع طماطم، خدها كده شيل القطعة الصغيرة دي كده منها وهقطعها نفس التقطيع بالظبط. تمام كده عندي فلفل، فلفل أحمر، نفس التقطيع برضو. نظبط البلانشة، ونبص بصة على الفراخ مع بعض. خلاص قربت اهي تستوي. استوت شوية. وانا ممكن اطفي عليها كده. هي قربت تستوي خلاص نار هادية خالص، وأسيبها على ما أخلص السلطة عندي. يبقى أنا ضفت بصل وخس وطماطم وخيار، وضيف شوية زيتون زي ما احنا شايفين كده، وهقلب
هدي شوية زيت زيتون، زيت زيتون، تمام كده. وهبدأ أضيف فلفل وملح وهقلب كده، وهجيب الطبق اللي هغرف فيه السلطة. زي ما احنا شايفين طبق خفيف ولذيذ وسهل جدا، مفيش حاجة صعبة في المطبخ، كله سهل بعون الله وجميل وخفيف. غرفت انا على قد الطبق اللي انا عايزه، هبدأ أجيب خيارة كده هعملها جرنش، تمام كده. تمام كده انا عملت الجرنش اللي انا عايزه. هديها بقى حلقات بصل هي دي يا جماعه الجريك سلطه. عايز حلقات بصل بس كده زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده هضيف الجبنة بالمنظر ده، بس كده مش عايز تاني، زي ما احنا شايفين. طبعا اي نوع جبنه يمشي، هي المفروض جبنه فيتا بيضه زي ما احنا حطينا كده، واي نوع جبنه يمشي مع السلطه دي. بعد كده هضيف شويه زيتون برضو كده عشان يبقوا باينين معايا، وهضيف شوية زيت زيتون على الوش كده، وبعد كده هضيف أوريجانو. وهو كده الجريك سلط، سهل جميل طعم خفيف ولذيذ، وزي ما احنا عملناه اسهل ما يمكن، بعد كده مفيش. بعد كده نشوف الفراخ اللي عندنا هنغرفها في الطبق ازاي. عندي الفراخ خلاص استوت اهي، هغرف اهو. ليه هي قشرت كده شويه؟ قشرت لان المفروض تقعد في التلاجه مش اقل من ساعتين ثلاثه، وكل ما تقعد في التلاجه ثلاث اربع ساعات الدقيق والبقسماط بيمسك جامد ويبقى كويس معاه.
ده كده بقى هوريكم بقى انها استوت. هنقطعهم دول كده على البلانشة. طبعا الفراخ اهي زي ما احنا شايفين مستوية. نفس النظام. نظبط المكان. زي ما احنا شايفين كده. يبقى كده اجرنش بس الطبق بتاعي ويبقى خلاص الطبق خلص. اجرنش الطبق يا جماعة اهو. ممكن هديله قطعة من الفلفل كده صغيرة. برضو فلفل اخضر. تمام كده. وادي الطبقين اللي عندنا، طبق جريك سلط وطبق فراخ بانيه. وزوروا موقعنا هتلاقوا عليها اجمل الوصفات واسهل الوصفات. احنا عملنا حاجه سهله جدا، واي حاجه قلنا عليها بانيه هتتعمل بالطريقه السلسه واللذيذه والخفيفه دي. يا رب يكون ضيوف خفاف عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.